مشاهدينا الكرام من العاصمة الروسية موسكو، أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة. ويسرني أن أستضيف هذه الحلقة من جديد الدكتور ألكسندر بابوف. تابعوا هذا الملف ثم نبدأ الحوار. أخذت إدارة الرئيس الأمريكية ريتشارد نيكسون تبدي قدراً واضحاً من الاهتمام بتحسين علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي، وذلك منذ شهر يناير عام 69، غير أن التعاون السوفيتي الأمريكي لم يتحرك من نقطة الصفر إلا بعد شهر سبتمبر عام 70. وفي شهر مايو عام 72 وقع الحدث التاريخي، إذ لأول مرة في التاريخ يقوم رئيس أمريكي بزيارة رسمية إلى العاصمة السوفيتية، وقد تم استقبال ريتشارد نيكسون بحفاوة كبيرة كصديق للاتحاد السوفيتي. وجاء في كلمة التحية التي ألقاها الرئيس الأمريكي ما يلي: إن شجاعة الشعب الروسي التي دفعت أجيال عديدة منها عن وطنها تشكل دليلاً ساطعاً على أن الأسلوب الوحيد لدخول موسكو هو دخولها سلما. إن بوسع بلدينا العمل سوية في غزو الفضاء وفي مكافحة الأمراض وتحسين البيئة. لقد تعلمنا أن يحترم أحدنا الآخر كخصوم، فلنتعلم العمل أحدنا مع الآخر في زمن السلم. وفي أثناء الزيارة وقع البلدان اتفاقيات استراتيجية وتجارية هامة للتعاون في مجالات الصناعة والزراعة والطب وبرامج الفضاء وغيرها. وبدءاً من العام الذي تلا ذلك انطلق العمل في بناء مصنع كاماز لسيارة الشحن الكبيرة، اعتماداً على تقنيات السيارة الأمريكية انترناشونال. ولا يزال هذا المصنع الشهير ينتج السيارات حتى اليوم. وفي عام 73 وقع رئيس شركة أوكسيدنتال بتروليوم أرماند هامر اتفاقية لبناء مجمعات كيميائية في الاتحاد السوفيتي لإنتاج ونقل غاز النشادر. هذه المجمعات أيضاً لا تزال تعمل حتى الآن. وفي عام 72 بدأ في الاتحاد السوفيتي بناء مصنع لإنتاج البيبسي كولا، حيث قدمت شركة بيبسي كو المعدات والآلات الضرورية للمصنع إضافة إلى وصفة المادة المركزة، وذلك مقابل حصولها على ترخيص بإنتاج الفودكا من ماركة ستاليتشنا. وإلى آسيا الوسطى بدأ لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية توريد خلاطات خرسانية من صنع شركة International Paystar، واستوردت كذلك معدات وآليات أمريكية الصنع للمجمع الزراعي في منطقة كوبان. وأخيراً بدأ الخبراء الأمريكيون والسوفيت بتنفيذ مشروع التحليق المشترك إلى الفضاء على مركبات سايوز وأبولو. جدير بالذكر هنا أن أي من تلك المشاريع لا يمكن وصفه بالمربح اقتصادياً للأمريكيين، إذ أن الولايات المتحدة كانت عملياً تدعم منافسيها في مجال الفضاء والزراعة كما في المجال المالي، مع يقينها التام بأن الاتحاد السوفيتي الذي يعاني عجزاً في الميزانية من المستبعد أن يتمكن من سداد القروض. فضلاً عن ذلك أنفقت الإدارة الأمريكية أموالاً كثيرة على الهدايا الشخصية للأمين العام للحزب الشيوعي السوفيتي ليونيد بريجنيف. فمن ريتشارد نيكسون فقط تلقى بريجنيف الهاوي للسيارات الفارهة كهدية ثلاث سيارات من أحدث موديلات الصناعة الأمريكية، أهمها سيارة لينكولن كونتيننتال محدودة الإصدار والمجمعة يدوياً، كما أهداه الرئيس الأمريكي سيارة كاديلاك إلدورادو ورولز رويز سيلفر شادو. أما الرئيس فورد فقدم لبريجنيف هاوي جمع الأسلحة الفريدة أيضاً في عام 74 مسدسين مميزين من ماركة كولت صنع خصيصاً له. إذن ما سبب هذا الكرم الكبير والمفاجئ من طرف الأمريكيين على بلد السوفيت وزعيمها؟ ولماذا تبدلت اللهجة سريعاً وحصل الانفراج في العلاقات بين البلدين العظميين المتنافسين في هذه الفترة تحديداً؟ روايات وأفكار غير متوقعة عن سبعينيات القرن الماضي وأحداثها يطرحها في هذه الحلقة من برنامجنا البروفيسور ألكسندر بابوف.
ألكسندرا. دكتور بابوف، مرحبا بك. أهلا وسهلا. أثناء لقائنا السابق تحدثنا طويلا عن عملية عسكرية بحرية سوفيتية خاصة للحصول على دليل مادي للخديعة القمرية الأمريكية كما تسميها، وقد نجح السوفيت في ذلك والتقطوا من البحر كبسولة مركبة أبولو الفضائية وهي فارغة. واليوم سنتحدث عن الأسباب التي جعلت الاتحاد السوفيتي يتكتم عن ذلك رغم توفر الأدلة لديه عن أن الأمريكيين في الواقع لم يحلقوا إلى القمر. والجانب الأهم في هذه المسألة هو ما ذكرته عن أن كل تلك الأحداث كانت على صلة بالانفراج الذي طرأ على العلاقات بين أمريكا والاتحاد السوفيتي في فترة وجيزة من ذلك في عام 72، أي الانفراج الذي بدأ فجأة بعد التقاط الكبسولة الأمريكية الفارغة في البحر وإعادتها للأمريكيين. دعني أصحح بعض مما ذكرت. نعم تفضل. ليس بعد فترة وجيزة بل بعد شهر بالضبط. بهذه السرعة؟ في السادس من أيلول سبتمبر عام 1970 أعيدت الكبسولة. يذكر أن الأمريكيين أرادوا استرجاعها سراً، لذلك انطلقوا والكبسولة على متن كاسحة جليد عبر المحيط المتجمد الشمالي، لكن كاسحة جليد سوفيتية كانت على مقربة من هذا الاتجاه، فاتخذوا طريقاً آخر عبر خليج بافن حيث كانت القاعدة الأمريكية في غرينلاند، لكن الجليد أعاق سفينتهم فاضطروا للعودة مع الكبسولة إلى ميناء بالتيمور على مرأى من الجميع. لم تنجح مساعيهم في الحفاظ على السرية، لذلك ألفوا أسطورة رسمية عن أن الكبسولة كانت للتدريب ونشروا هذه الرواية. وبالمناسبة أود أن أضيف بضع كلمات أخرى بشأن الروايات الرسمية، وهي تتعلق بسرية هذه القصة وكل ما نشر عن ذلك. في هذه المسألة يجب أن نتذكر أن أي مفاوضات على جميع المستويات تجري دائماً من موقع القوة، وحتى إذا ما جلس أحد مع صديقه للعب الورق فسيفضل أن تكون الأوراق الرابحة بيده، أليس كذلك؟ بالتأكيد. وفي المفاوضات السياسية هذا أمر مهم على وجه الخصوص. في تلك المرحلة التي نتحدث عنها كانت رحى الحرب لا تزال دائرة في فيتنام، والحرب الباردة كانت في أوجها ولم تكن قد عقدت بعد الاتفاقية الأولى للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية. سالت واحد وقعت عام 1972، لكن المفاوضات كانت جارية وكل من الطرفين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة كان بحاجة إلى ورقة رابحة من أجل الضغط على الخصم. بالنسبة للاتحاد السوفيتي تمثلت هذه الورقة في كبسولة أبولو التي تم العثور عليها وافتضح أمرها، أي كانت أمامنا فرصة لفضح الأمريكيين وللقول إننا سنلتزم الصمت مقابل تسهيلات ما في تلك المفاوضات مثلاً. المثير للاهتمام هو ما يلي. في السادس من تشرين الثاني نوفمبر أعدنا تلك الكبسولة للأمريكيين، وفي السادس والعشرين من تشرين الأول أكتوبر عام 1970 بدأت مفاوضات لثلاثة أيام بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة حول التخطيط لأول التحليقات الفضائية المشتركة. وعلى العموم جرت مفاوضات كهذه قبل ذلك التاريخ، لكنها انتقلت إلى طور يتصف بمزيد من النشاط، واتجهت الأمور نحو عقد اتفاقية بهذا الشأن. كانت الوثائق الضرورية جاهزة بحلول العام 72، وفي أيار مايو من ذلك العام قام ريتشارد نيكسون بزيارة للاتحاد السوفيتي. كانت تلك الزيارة مؤشراً على بداية الانفراج، مع فوائد اقتصادية مختلفة للاتحاد السوفيتي وهدايا شخصية لقادته. ولكن ما هي أهم الفوائد التي حصل عليها السوفييت لقاء التكتم على التقاطه الكبسولة؟ حصل الاتحاد السوفيتي على جملة من المكاسب الاقتصادية، على قروض لبناء مصنع السيارات الشهير كاماز. قروض بالمليارات؟ نعم، منحونا قروضا بالمليارات وفتحوا لنا مجالا لتصدير الغاز إلى أوروبا الغربية. ليس هذا وحسب، بل قدموا التكنولوجيات لبناء عدة مصانع ضخمة. نعم، مساعدة ضخمة. بمساعدتهم اكتسبت الشاحنات السوفيتية كماز شهرة عالمية. صحيح بالضبط. حجرة القيادة فقط تختلف قليلا عن النماذج الأمريكية والباقي مطابق تماما، وفضلا عن ذلك بيعت لنا في تلك السنة كميات ضخمة من حبوب الأعلاف، حتى أن سعرها في السوق الأمريكي الداخلي ارتفع مرتين جراء النقص الذي تمخض عن ذلك. بل تظاهر المزارعون وكادت مظاهراتهم تتحول إلى انتفاضة شعبية، وهكذا لم يكن أحد يدري لماذا تقوم أمريكا بذلك، فكانت ثمة أمور أخرى كثيرة أيضا. في الاتحاد السوفيتي افتتح مصنع بيبسي كولا، وعلى العموم طرأ دفء كبير على العلاقات حتى دعائيا، فأنا أتذكر الأفلام الإيجابية حصرا عن أمريكا بدأت تعرض عندنا في الاتحاد السوفيتي، وقد عرضوا أفلاما كهذه عنا أيضا، فمثلا طرح للعرض في دور السينما
فيلم سوفيتي أمريكي مشترك بعنوان الحرب المجهولة. هذا الفيلم تم تصويره خصيصاً للمشاهد الغربي، وقد تحدث عن بسالة الجندي السوفيتي في الحرب الوطنية العظمى، حرب الاتحاد السوفيتي ضد ألمانيا النازية. امتدح مآثر الجنود وتحدث عن معاناة السكان المدنيين أيضاً، صور الحرب بقدر كبير من الموضوعية. كان ذلك بالطبع خطوة ملموسة باتجاه تحسين العلاقات. بالمختصر، الاتحاد السوفيتي حصل على فوائد اقتصادية ودعائية، وكذلك أمريكا حصلت على مكاسب. نعم، يجب أن نركز هنا على ناحية هامة، لأن مشاهدين من بلدان الشرق الأوسط تعنيهم مسألة محددة جداً متعلقة بالانفراج المفاجئ مع الأمريكيين. سجلت عدة حلقات مع كبير المستشارين العسكريين السوفيت في فيتنام، وقد حدثني عن أن صدمة الفيتناميين بالانفراج كانت كبيرة جداً، إذ أنهم يموتون بالآلاف يومياً بسبب القصف الأمريكي الكثيف، بينما الاتحاد السوفيتي يتآخى في الوقت نفسه مع الأمريكيين. وفي مصر وسوريا كان الوضع مشابه، فمن المعروف أن إسرائيل احتلت أراضٍ عربية، وقد خطط العرب لحرب تحريرية لاسترجاع سيناء والجولان، لكن الاتحاد السوفيتي أخذ يثنيهم عن ذلك بشتى الأشكال خوفاً من تصعيد جديد مع أمريكا نتيجة اندلاع حرب في الشرق الأوسط. أشير إلى ذلك ليكون مفهوماً أن البلدان الصديقة للاتحاد السوفيتي صدمت لأنها وقعت إلى حد ما ضحية اللعبة الكبرى بين الدولتين العظميين. سرعان ما وجدت الدولة السوفيتية نفسها بلا حليف نتيجة موقف الاتحاد السوفيتي من الصداقة مع الأمريكيين عندما كان هؤلاء يقصفون بلداناً صديقة. لذلك دعنا ننظر بانتباه، من الذي استفاد أكثر جراء ذاك التآمر بخصوص السباق إلى القمر؟ الأمريكيون الذين أصبحوا مصرفيي العالم أجمع؟ أم الاتحاد السوفيتي الذي خسر كل شيء في نهاية المطاف؟ وما الذي أعاق الاتحاد السوفيتي عن إملاء شروطه على الأمريكيين؟ عن أن يقول مثلاً إنه سيفضح الخدعة الأمريكية المتعلقة بغزو القمر إذا كان الأمريكيون سيسيئون التصرف معه أو مع البلدان الصديقة له، أي مع الاتحاد السوفيتي. أم أن الأمريكيين أيضاً كانت لديهم معلومات ربما عن الاتحاد السوفيتي تمكنهم من التشهير به وتضمن سكوته؟ على سبيل المثال عن الكوارث الفضائية الكثيرة التي فضل السوفيت التكتم عليها. رأيي في هذه الحال كما يلي: بشكل عام لا يجوز أن نضع الكوارث الفضائية على مستوى واحد مع تحايل متعمد واسع النطاق. كل شيء يمكن أن يحدث أثناء التجارب، أحياناً يمكن التزام الصمت إزاء أمر ما، لكن عندما يكون هناك خداع متعمد بهذا الحجم فهذا أمر مختلف كلياً. فالحيل الأمريكية بشأن القمر هي خداع فاضح، من الصعب أن نجد له مثيلاً. أما إحجام الحكومة السوفيتية عن فضح السلطات الأمريكية بالملموس، فبوسعي أن أفسر هذا القول بأن الاتحاد السوفيتي تصرف هكذا مقابل فوائد وهمية. وفضلاً عن ذلك، فإن التفاهم مع الأمريكيين بشأن الخدعة المتعلقة بالقمر استثار العديد من الأحداث السلبية داخل الاتحاد السوفيتي نفسه. مثلاً ألغى الاتحاد السوفيتي عمليات تحليق حول القمر كانت جاهزة عندنا. كانت جاهزة المركبة الفضائية والصواريخ، وكان الاتحاد السوفيتي في الواقع جاهزاً للتحليق في مدار حول القمر. وما المغزى من ذلك؟ ما المغزى من القيام بشيء قام به الأمريكيون وسبقوك بخطوتين إلى الأمام في هذا المجال؟ هنا لن أتفق معك في الرأي، بل سأخالفك بقوة. قل لي من فضلك، ما المعنى من إطلاق الصينيين عام 2013 مركبتهم إلى القمر إذا كنا قد أطلقنا أول واحدة من هذا الطراز قبل 40 سنة؟ هذا سؤال جيد، ولكن المعدات الفنية الآن غير ما كانت عليه سابقا. هذا غير مهم. القاعدة في أي سباق دولي كالتالي: إذا تخلفت عليك اللحاق بمن سبقك، والشيء نفسه يمكنني قوله بخصوص الأقمار الصناعية، فنحن كنا أول من أطلقها، فهل كان على الأمريكيين أن يتخلوا عن برنامجهم في هذا المجال ويقولوا لن نطلق أقماراً اصطناعية؟ لا شيء من هذا القبيل. الأمريكيون وضعوا برنامجاً جباراً للأقمار الصناعية، خاصة وأنه لم يكن هناك ما يمكنهم من إيقافنا، فنحن كنا جاهزين عملياً للتحليق حول القمر. ولو أننا قمنا بذلك لكنا فضحنا فوراً خدعة الأمريكيين. لماذا؟ لأننا كنا سنرى كل شيء بأعيننا. لرأى الرواد السوفييت لا وجود لأثار هبوط الأمريكيين على القمر. طبعاً، إذ يمكن التحليق على ارتفاع متدن جداً من سطح القمر، فالارتفاع الآمن تقريباً هو 50 كيلومتراً. في حقيقة الأمر، هذه المهمة كانت ضمن إمكانيات الأجهزة التقنية منذ 60 القرن الماضي،
في حينه صور الاتحاد السوفيتي سطح القمر بدقة عالية جداً، فلو أردنا لكنا اختبرنا هذا الأمر منذ ذلك الحين، لكن الاتحاد السوفيتي ابتداءً من عام 76 أوقف كل تحليقات محطاته الأوتوماتيكية إلى القمر. منذ عام 76؟ نعم، منذ ذلك العام بالضبط. فلنحسب السنوات، الانفراج في حالة تطور عام 72 و74 و76، وقبل ذلك كانت محطاتنا الفضائية الأوتوماتيكية تحلق بالعشرات. على فكرة في هذه الفترة تحديداً بدأت البرامج الأمريكية السوفيتية المشتركة في غزو الفضاء، في هذه الفترة تحديداً. نعم، ولكن ليس فيما يخص القمر، حتى أن الأمريكيين توقفوا عن ذلك مدة 20 عاماً ولم يرسلوا جهازاً واحداً إلى القمر. لماذا؟ كي تتذكر البشرية على نحو راسخ وإلى الأبد أن الأمريكيين كانوا أول من وصل إلى القمر، ولاحقاً بانقضاء بعض الوقت، وعندما يستوعب الجميع ذلك سيكون بالإمكان استئناف تحليقات المحطات الأوتوماتيكية. والآن يبدو أن التحليقات قد استؤنفت بعد انقطاع كلي تقريباً. تزعم الرواية الرسمية الأمريكية أنهم قاموا بكل ما كانوا يريدون القيام به على سطح القمر. يا سلام، جميل جميل. لا أدري طبعاً إن كانت هذه الرواية مقنعة بالنسبة لك. فيما يتعلق بالقول إنهم قاموا هناك بكل شيء، أعذرني لردة فعلي كاختصاصي في مجال العلوم ودكتور الدولة في الفيزياء، ولو أن أحد من زملائي قال إنه بحث كل شيء في مسألة ما لظننت أنه مريض أو أنه توقف عن البحث وأراد تبرير ذلك بطريقة ما. في العلم لا وجود لشيء من قبيل عرفنا كل شيء. تعتبر أن هذه الحجة كما قال بوتين مؤخراً لربات المنزل. نعم، صحيح، كأن تقول إحداهن لقد سبق أن كنت في هذا السوق وليس من شيء مثير هناك. إذن لنعود إلى السؤال، لماذا لم نفضحهم لاحقاً؟ أولاً أود التأكيد مرة أخرى على أننا عن غير قصد ساعدنا الأمريكيين في السباق إلى القمر، فقد أوقفنا مشروع تحليقنا المأهول إلى المدار حول القمر. أرى من المهم تكرار هذا القول، فسبق أن قمنا بتحضيرات طويلة لهذا الغرض واختبرنا كل شيء. سفننا الفضائية الأوتوماتيكية حلقت حول القمر بضع مرات وبنجاح كلي. بالمناسبة حلقت نحو القمر سفننا الفضائية من طراز سيوز. هذه المركبات كما يقول أحد نواب سيرجي كارالوف كانت في الأصل من أجل القمر، فقد صممت في البداية تحديداً لمهام التحليق حوله، وهكذا ألغي التحليق حول القمر وتوقفت التحليقات للمحطات الأوتوماتيكية إليه كي لا يلاحظ أي جهاز شيئاً هناك، وطويت تجارب صاروخ القمر الذي صممه سيرجي كارالوف. تجارب الصاروخ N1 حظرت، والبرنامج طويل المدى لغزو القمر أغلق، وبذلك أعنى الأمريكيين على أن يبقوا الأوائل في السباق إليه. ولكن مع ذلك خبراء كثيرون في الاتحاد السوفيتي لم يصدقوا نجاحات الأمريكيين الفضائية، تلك النجاحات المفاجئة بلا مقدمات ومن فراغ. وعلى خلفية كل هذا فجأة انطلقت في الاتحاد السوفيتي حملة دعاية تروج لنجاحات الولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء. فلنتفحص هذا الأمر. ذكرت في كتابك أن أحد الرواد السوفيت قال لك لقد صدرت الأوامر بأن نقر أن الأمريكيين وصلوا إلى القمر. صدرت الأوامر لاعتبار أن الأمريكيين وصلوا إلى القمر. لنتخيل الوضع على النحو التالي، لو أن الاتحاد السوفيتي قدم للعالم ما يفضح الخدعة الأمريكية المتعلقة بالقمر، ماذا كانت ستقول الحكومة الأمريكية لشعبها؟ كانت ستقول نعم كان ذلك صراعا ضد الشيوعية وهكذا أردنا تقويض مواقع العدو. فهل كان الشعب الأمريكي سيتفهم تفسير حكومته؟ يبدو لي أن الأمريكيين ما كانوا ليتفهموا هذا الأمر. على أي حال كان الصمت السوفيتي ربما ناجماً عن عرض الأمريكيين تمويل مشاريع فضائية مع الاتحاد السوفيتي وتخصيصهم مليارات من الدولارات لهذا الغرض، وهذا الأمر استمر حتى بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. دعني مع ذلك أجيب على سؤالك، لماذا لم نفضح الأمريكيين فيما بعد؟ ببساطة لأننا بتنا غير قادرين على ذلك. ها أنت تقول إن المواطنين الأمريكيين ما كانوا ليتفهموا إنفاق حكومتهم مليارات الدولارات على المشروع القمري دون جدوى، ولكن لم تكن هناك مليارات. أقول إن إطلاق قمر صناعي مشترك يكلف ملايين لا مليارات، أما التحليق إلى القمر فلا يقارن من حيث التكلفة بتحليق إنسان في مدار حول الأرض، فالمعدات التقنية في الحالتين مختلفة كلياً. يمكننا وإياك أن نحسب ذلك بالأرقام. سفينة سيوز تحملها صواريخ يزن الواحد منها 300 طن، بينما من المتعذر التحليق إلى القمر والعودة بواسطة صاروخ يزن أقل من 3000 طن، وهذا لن يكون مجرد مضاعفة وزن الصاروخ، لقد جرب الأمريكيون بشكل ما زيادة حجوم المحركات وحسب، ولم يحققوا أي نتيجة.
إن صاروخاً معقداً كالذي يستعمل للتحليق إلى القمر يتكون على الأقل من مليون قطعة، فهل تتصور ذلك؟ أي خلل في واحدة منها يعني كارثة حقيقية. هذه عملية في غاية التعقيد. لذلك فإن تكلفة كل المشاريع الخاصة بالتحليقات في مدار حول الأرض مجتمعة مع قيمة المحطات الفضائية الدولية لا تعادل قيمة التصاميم التي تعد أو يفترض أن تعد للتحليق إلى القمر. هذه مهمة أكثر تعقيداً، بل أود التأكيد أن هذا ليس رأيي فقط. يمكنني أن أتذكر كلمات الأكاديمي باريس راوشنباخ أحد نواب سيرغي كاريلوف: لقد قدر صعوبة تحليق يوري جاجارين وصعوبة التحليق إلى القمر تقريباً بنسبة 1 إلى 100، أي بفرق هائل. ولذلك لو كنت أمريكياً لاستحسنت تصرف حكومتي إذا ما قالت إن اختلاقها الخدعة جاء في سياق كفاحها ضد الشيوعية وتوفيرها للنفقات الهائلة. الأمريكيون براغماتيون، الغاية تبرر الوسيلة، واتباع هذا المبدأ لن يلقي إدانة صارمة فوق المتوقع. كان الأمريكيون في هذه الحالة سيتفهمون حكومتهم. والآن تصور ماذا كانت ستقول الحكومة السوفيتية لعشرات ومئات الآلاف من اختصاصيها: لقد حظرنا عليكم التحليق حول القمر، حظرنا عليكم صنع صاروخ للهبوط على سطح القمر، وساعدنا الأمريكيين بكل الوسائل للإبقاء طي الكتمان على خديعتهم. وطيلة هذا الوقت كنا نكذب عليكم. هذا يعني أننا خدعناكم طويلاً. لقد التقطنا الكبسولة وضربنا نطاقاً من السرية على قصة التقاطها هذه. جرى تسريب معلومات عن ذلك في أمريكا، وكان رد فعل الأمريكيين سريعاً. أما عندنا فلم ينشر أي شيء، بينما الأمريكيون نشروا بياناً رسمياً في نيويورك تايمز. نشروا هذا البيان على الصفحة 16، حيث ضاع بين كم هائل من الأخبار والإعلانات والدعايات، لأن ذلك كان عبارة عن تعليق صغير قد لا يقرأه سوى عدد محدود جدا. عن الكبسولة، نعم، قيل أن الكبسولة كانت للتدريب. طبعا كان ينبغي التوضيح، لماذا وجدت الكبسولة طريقها إلى أمريكا من بلدنا، ولماذا لم يتم الاعتراف بأنها كبسولة أبولو 13، أليس كذلك؟ نشر المقال مارك ويد. نعم، في عام 2001. نعم، بالمناسبة قدم الأمريكيون 3 روايات مختلفة عن طبيعة تلك الكبسولة. إذا عندما تكذب فأنت لابد أن تخطئ. مرة قالوا إنها كبسولة مفقودة منذ عام 68، بعد ذلك ذكروا أنها فقدت عام 69، وفي المرة الثالثة قالوا إنها كبسولة من العام 70، ووصفوها بأنها كبسولة تدريب. أي في كل مرة كانوا يقدمون تفسيراً مختلفاً، ولكن نحن وإذ لم نكتب شيئاً عن ذلك في صحافتنا فقد خسرنا سمعتنا في مجال الفضاء لا أقل ولا أكثر. وبعد ذلك سرعان ما تدهورت سمعتنا في مجالات أخرى. لقد تخلينا عن مرتبة الصدارة في ميدان التقدم العلمي التكنيكي الأهم، فماذا جنينا في المقابل؟ جولة جديدة من الحرب الباردة. في النهاية آنذاك لم نكن نعلم أن الاتحاد السوفيتي سينهار، لكن حدة الحرب الباردة تصاعدت بسرعة كبيرة مجدداً، وحالما لم يعد الأمريكي في حاجة إلينا بدأت تلك الجولة الجديدة. ولذلك على وجه الخصوص ما كان الشعب السوفيتي سيفهم قراراً كهذا من طرف السلطات، أي التستر على خداع الأمريكيين، ولكانت عواقب آنذاك سلبية جداً على سلطة الحزب الشيوعي السوفيتي كما أعتقد. ولذلك كان المكتب السياسي معنياً بقمع الأمزجة المتشككة فيما يتعلق بالبرنامج الأمريكي الخاص بالقمر. جرى عمل في هذا الخصوص وضمناً بمساعدة الإصدارات العلمية الشعبية. أي كان هناك فرض للصمت بين العاملين في مطار بايكونور الفضائي؟ لم يلتزموا الصمت وحسب، بل سرحوا المتشككين إلى هذا الحد؟ بالضبط، كانوا يصرفونهم من الخدمة. مثلاً اختصاصي يعمل في قاعدة بايكونور لديه عمل جيد يصرف من الخدمة بسبب تشكيكه في تحليق الأمريكيين ويحال لعمل آخر. هل تتحدث عن مصير أشخاص معينين؟ نعم بالضبط، كثيرون تعرضوا لهذا المصير. سرح من الخدمة عملياً كامل الطاقم الذي شكله سيرغي كاريلوف للعمل في بايكونور. أما أولئك الذين حافظوا على عملهم فقد نظمت لهم محاضرات ألقاها عليهم أساتذة من أكاديمية العلوم مثلاً. وفي واقع الأمر فإن قصة التحليقات إلى القمر كانت محاطة بالسرية طيلة 51 عاماً، فلماذا فجأة خرجت إلى العلن وغدت معروفة؟ هذا عائد إلى الهنغاريين الذين صوروا لحظة تسليم الكبسولة إلى الأمريكيين.
وهذا ما تحدثنا عنه في الحلقة السابقة. لقد تحدث الهنغاريون عن ذلك منذ عام 1981 في كتاب ألفوه. الأمريكيون بعد ذلك هاجموا مارك ويد كموظف في وكالة ناسا وكمسؤول لنشرة دورية. هل أجبت على سؤالك لماذا لم يفضح الاتحاد السوفيتي الخدعة الأمريكية بشأن القمر؟ نعم، وبشكل وافي. إذن دكتور بابوف، شكرا لك على هذا الحديث الشيق المستفيض. أعتقد أننا بحثنا المسألة من كافة الجوانب، وقد شكل مشاهدون صورة كاملة عما جرى. نحن طبعا لا نملي وجهة نظر معينة، ويعجبني أنك في لقائنا هذا لم تقتصر على مصدر واحد، بل اقتبست من مصادر عدة، وأعتقد من الأفضل لو أننا تركنا للمشاهدين الحق في استخلاص الاستنتاجات بأنفسهم، إن كانت الحجج التي قدمناها مقنعة أم غير مقنعة، وإن صعد الأمريكيون أم لم يصعدوا إلى القمر. لقد طرحنا كل ما عندنا، ولنترك الحكم للمشاهدين. هل توافق؟ نعم، أعتقد أن ذلك هو عين الصواب. شكرا جزيلا لك. ليكون الحكم للمشاهد. شكرا جزيلا لك مرة أخرى على هذا الحديث الشيق. ولكم الشكر. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة والحلقات السابقة مع الدكتور ألكسندر بابوف. تابعونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة. فحتى ذلك الحين، ها هو خالد رشت أحييكم من العاصمة الروسية موسكو. دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.